مش هتصدق الطائر ده بيعمل الحركة الغريبة دي ليه. مبدئيا الطائر ده اسمه البلشون الأسود، وهو طائر أدهش العلماء، وده لأنه بيستخدم تقنية غريبة جدا في الصيد اسمها تغذية المظلة، وهي إنه بيقف ثابت بالشكل اللي انت شايفه ده ويعمل نفسه مظلة، واللي بتعمل ظل معين فوق سطح المية، فالسمك اللي بيدور على منطقة آمنة بعيد عن المفترسات بينجذب للمنطقة دي لأنه بيفكرها منطقة ظل وأمان بعيد عن السطح المكشوف، وما يعرفوش انهم بيدخلوا فخ من اغرب الافخاخ في الحياة البرية. دماغك المزات يا بلشون، ايه ده؟ ياخي سبحان الله، قولنا في التعليقات اول مرة تشوفه ولا شفته قبل كده.